يلا هالبنات نوضوا حيدوا لي الاجهزه وحيدوا لي النعاس وحيدوا لي الاجهزه الوصفات، تشجعوا نوضوا كونوا حادقات ونوضوا صوبوا معايا هاد الوصفه اللي غنعطي لكم اليوم غادي تخليكم بلا عقل. شوفوا الخليط كي داير ديالها، صباغه واعره واعره، تتعطي واحد اللون خطير كما شفتوا في الصوره من برا، راها زوينه، ما فيها حنه، ما فيها اكسجين، ما فيها حتى شي حاجه اللي تضرك نهائيا، لا صباغه ولا والو ولا ديكاباج ولا حتى شي حاجه. البنات مواد طبيعيه جدا، وتقريبا راه كلشي تيكون عندنا في الدار، راه ما غادي تحتاجي تخسري حتى شي حاجه. وهاد الكميه اللي غادي ندير معاكم، دير الشعر القصير جوج مرات او ثلاثه، ودير الشعر الطويل. يلاه لا لا، دائما تنجيب لكم السهل والمفيد والغير مكلف، والمهم هو انها غادي تعطيك النتيجه من الاستعمال الاول، وكترطب الشعر كذلك. هانتوما شوفوا شوفوا تبارك الله كيفاش دايره واعره البنات. السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ واش لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف بزاف بزاف، كنشكركم على التعاليق ديالكم، كنشكركم على الكلام الزوين اللي تتقولوه في حقي، والله العظيم الا هو اللي كيشجعني قسما بالله. اليوم راه الجمعه، هذوك التعاليق ديالكم وهذاك الكلام اللي كتقولوه في حقي، ودوك التشجيعات وداك اللي كتجربوا وكترجعوا كتقولوا لي الله يرحم الوالدين، هذاك هو السبب اللي كيجعلني دابا تنعاود عاوتاني نوقف قدام الكاميرا، حتى كنقول صافي راه بركه عليا من اليوتيوب وتنرجع. وحق الله راكم كتشجعوني بزاف بزاف بزاف، كنشكركم على اللايكات وكنشكركم على البارطاج ديال الفيديو. اليوم ان شاء الله راني رجعت معكم فيديو جديد، ان شاء الله وصفه جديده، غادي نتكلموا على واحد الموضوع ديال نتهلا في راسي للعيد. دابا كما كتعرفوا العيد ها هو جاي ان شاء الله، الله يجيبه بالصحه والسلامه والمغفره ان شاء الله، وان شاء الله ربي يقبل منا صيامنا وكل شيء. اليوم غادي نتكلموا على صباغه الشعر باللون الاكاجو، معروف بان هذا اللون هذا ما كيبغيش يصدق من المره الاولى. هاد الصباغه اللي غادي نعطيكم وهاد النصائح اللي غادي نعطيكم دابا في هاد لا فيديو غادي تصدق لكم من المره الاولى، وغادي ترجعوا عندي عاوتاني للتعاليق وغادي تقولوا لي لا حرك فيك عظم. صافي، المهم هاد الوصفه ما فيهاش شي حاجه كيماويه، ما فيهاش شي حاجه كضر كتحرق الشعر، لا اكسجين لا حنه لا والو، صافي داكشي طبيعي، ما كاين لا صباغه مزنقه لا والو. وكان كاينين بعض النصائح اللي خاصكم تبعوها معايا مزيان 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 مزيان، ما تزقلو فيها شي حاجه، تبعوا مزيان وسمعوني انا شنو تنقول، راه غادي تستافدوا اكيد. قبل لا نبداو لا فيديو ديالنا اشنو خصنا نقولوا؟ ما تنساوش ليا ابوني في لاشين اللي اول مره كيشوفني، ديروا لايك الفيديو، بارطاجيو الفيديو، بارطاجيو بزاف، وكثروا اللايكات والتعاليق. اللي عنده شي طلب تخليه ليا في التعاليق لتحت، والاخوات اللي كيطلبوا مني يعني الوصفه ديال تخسيس الوزن غادي ننزلها لخواتاتي ضروري ضروري ضروري. نبداو بعد الفيديو على بركه الله. نبداو الوصفه ديالنا البنات على بركه الله. غادي تحتاجوا اي نوع ديال الشامبو كديروه، اي نوع اي نوع، ما تبقاوش تشوفوا في لامارك اللي كاينه في يدي. غادي نديروا تقريبا هنا جوج معالق كبارين ياك، اي نوع يعني الا كنتو كديروا سانسيك بونتين المهم الترا دو هيد شولدرز اللي كان اللي كان اللي كان. صافي غادي تاخذوه بحال هكا، غادي ديروه في واحد الزلافه، ما تنساوش بان هذا غادي يعطيكم ترطيب وما غاديش يخلي الشعر يتحرق. هادشي باش نقول لكم الصباغه امنه. غادي تاخذوا دانون سوس، غادي ديروه هاد الصباغه، انا راه كتعجبني صراحه، بغيت نديرها، قلت غادي نبارطاجيها معكم نيت. صافي ها نتوما غادي نديروا هاد دانون سوس كامل، اللي شعرها طويل تلعب على الكميه هانتو، اللي شعرها قصير كذلك، ما ديرش عاوتاني واحد كامل هكا. غادي نشدو غادي نحركو هادشي مع بعضياتو مزيان، شوفو يعني الشامبان ما يبقاش يبان هنايا واش كاين ولا ما كاينش. صافي تخلط في وسط هذا اليوغورت هذا اولا دانون، شفتوه تيولي على هاد الشكل تيشهي ياك. صافي شنو غادي نزيدو هنايا؟ غادي نزيدو البنات العكر الفاسي. انا نوريكم واحد القضيه، شوفوا هذا راه عكر فاسي، هذا راه عكر فاسي، شفتوا كي داير بحال البريون، هذا نوع شو يدي كيف كتبقى كتبريي، وهذا نوع انا جبت نوريكم البنات اللي في الدول العربيه الاخرى راه العكر الفاسي هو دم غزال. صافي اي عشاب مشيتو عنده راه يعطيه لكم، انا غير بغيت نوضح لكم. شوفوا حتى هذا راه فيه البريون، هذا راه ماركه احسن من هذا. صافي وراه كاين واحد اخر كيتباع في الساشي، الا لقيتيه وبغى يبيعو لك راه مزيان. صافي ما علينا البنات، غادي تاخذوا هنايا تقريبا واحد نص
معلقه صغيره ديال العكر الفاسي، وغادي يبقى ثاني على حساب اللون. غادي ندخلوا هذا الشيء هذا مع بعضياته هنا. العكر الفاسي واخا تتغسليه ما تيتغسلش، وانا غادي نوريكم كيفاش تثبتوا اللون في الشعر ديالكم. الحاجه الوحيده اللي ما كايناش عندي انا في الدار في هذه الوصفه هذه وبغيت نصور هي الباربه او الشمر. غادي تاخذوها غادي تنقيوها وغادي تحكوها في الحكاكه، الماء ديالها غادي تشدوه تغليوه، تغليوه يعني ديروا على النار بمعنى انه يغلي، وغادي تاخذوا منه هنايا بضع قطرات. غادي يزيد ينفعكم لا هو لا الكركدي، بجوج بهم مزيانين. اللي متوفر ديريه، ما متوفرش سيري معايا بحال هكا. صافي البنات غادي نشدوا هذا الشيء هذا، شنو غادي نزيدوا عليه؟ غادي نزيدوا البنات النشا، ضروري من النشا، ضروري ضروري ضروري. ها نتوما شوفوا غادي تزيدوا هنايا تقريبا معلقه ونص كبيره يا لاله، اولا معلقه معمره حتى الفم. غادي تخلطي هذا الشيء. هاد الصباغه صراحه راه زوينه 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 بزاف، وغادي نوريكم الطريقه اللي بغات تصدق ليها من الاستعمال الاول، واللي بغات يعني ديرها وتعاود غادي يصدق ليها اللون. غنوريكم بعض النصائح اللي هي مفيده ومجرباها انا، يعني ماشي غير كنهضر فقط وصافي، يعني عن تجربه داكشي انا نفهمكم كيفاش. هاد اللون اللي كنحصلوا عليه مازال غير مقنع، شفتوا رديتوا البال. انا نقول لكم دابا علاش، شنو غنزيدوا دابا؟ عندكم اختيارين لتثبيت اللون، يا اما خل التفاح كما راكم كتشوفوا، يا اما الليمون اللي عندك في الدار خدمي به. هاد لي دو هادو اولا الخل حتى هو مزيان. هاد الثلاث مكونات، خل التفاح او الخل العادي او هاد الحامض او السيترون، اشنو الدور ديالهم؟ الدور ديالهم هو انهم تيثبتوا اللون. ما تدوزيش العظام هنايا اولا البذور ديال الحامض، غادي تشديه غادي تعصري مزيان هنا واحد جوج معالق هكا. شوفوا مزيان شحال درت انا هنايا، انا راه كنعرف غير بعيني ما كنعرفش نعبر، هادشي راه عندي فيه مشكله، انا حتى في الطياب كنخدم انا بالعين ما كنعرفش نعبر. كنستمروا في التحريك البنات هكا حتى كيحيدوا لينا دوك الفقاعات ديال السيترون. ها شتيهم ما خصهمش يبقاو باينين، يعني ما يتعزلش ليك لواحد البلاصه. صافي البنات بالنسبه لهاد الصباغه بحال هكايا راه غادي ديريها بلاتي، غادي ديرو زيت الورد، ما عندك زيت الورد ديري اي زيت، اي زيت ديريها في الدور ديالها هنا فقط للترطيب ماشي للتلوين. صافي ما كايناش راه ما ديريش كاع حتى شي زيت، ممكن ديري زيت الزيتون ما فيها لا حنه لا والو، ما كاين حتى شي حاجه اللي غتحرق لك هنايا الشعر ديالك. في حالتي الا بغيتي اللون يصدق لك من اول مره تحطيه في شعرك تدوشي تلقاي اللون، شنو غادي ديري؟ غادي تجيبي الملون الغذائي اللي كنخدموا به في الماكله، يعني كنديروه في الحلويات، كنديروه في لي كريم، كنديروه بزاف ديال الحاجات، يعني كنلونوا به لا كريمي ولا حمار اولا شي حاجه بحال هكا. المهم شي حاجه اللي كتكال يعني راه ما غاديش تكون مضره. ها نتوما شفتوه غادي نحلوها البنات وغادي نديروا منه واحد شويه. ها نتوما البنات غادي نديروا منه تقريبا يعني غادي تشوفوا اللون، كاع ما نقولش لكم انا شحال، غادي تشوفوا اللون اللي بغيتو. انا مازال بغيت شويه غادي نزيد، انا عزيز عليا هذا اللون بزاف والله. عندك هو المارو. صافي البنات غادي ديروا ليه بحال هكا، غادي تخلطوه ياك. راه ملي تبغيو تخدموا ديروا ليغون اولا ليغات، راه غادي يوليو هنايا اولا القفازات راه غادي يوليو ليك يديك حمرين. صافي البنات غتخلطوا بحال هكايا هاكا، وانتي كتشوفي اللون. شوفوا دابا كيبدا كيتركز، شفتوه ما كانش. غادي تزيدي شي شويه ديال العكر الفاسي، انتي كتزيدي على حساب يعني اشنو اش بان لك انتي، وصافي هذاك هو اللون اللي بغيتي. بالنسبه لي انا بغيتو حمر على هكايا، وما تخدميش به في البلاصه، لا غادي تغطي عليه بالسلوفان ولا المهم اي بلاستيك غذاء يكون نقي، غادي تغطي عليه وتخليه يتخمر ليله كامله اولا من الصباح حتى العشيه، فهمتي؟ عاد غادي ديريه وغادي تدخليه، راه كتكون الريحه ديالو غزاله بزاف. الريحه ديال الشامبو اللي كتستعمليه هي اللي كتكون هنايا، زائد الريحه ديال زيت الورد اللي ضفت هي اللي كنشم دابا انايا، ما كتكونش كاع ريحه السيترون. صافي البنات هانتوما شوفوا اون فوا كتبداي ديري، ها شوفوا اللون اللي غادي يعطيكم، ماشي هذا هو اللون اللي كيكون في الشعر بيان سيغ، راه الجلد اولا البشره راه ماشي هو سميتو. صافي غادي تبداي تطبقي على شعرك، انا غنديرو انا وبنتي، بنتي ما نخليهش لا يتعطل فقط شويه، حتى هي الشعر ديالها مارون. ها نتوما البنات
راه زوين بزاف 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 بزاف. وانا غادي نغسل يديا وغادي تلقاو اللون مازال لاصق ليا. انتم شفتوه؟ انتم بنات انا بعد ما غسلت يدي شفتوه؟ شفتوه؟ انا غير درت هكا مشيت غسلت. انتيا غادي ديريه وغادي تخليه على شعرك حتى الربعة د السوايع، يعني ديريه وكوني مسالية راسك، ما خدامة ما خارجة صافي، ولا خارجة كاع صافي كوفريه، ما غادي يشوفو حتى شي واحد اولا شي حاجة. انتم شفتوه؟ شوفوا شوفوا هنا، راه واخا كتغسلي كيبقى لك هذاك الشيء لاصق. ها شوف، واخا تمسحي واخا ديري اللي درتي صافي، خاص دابا ندير جافي ليديا ولا نشوف شنو غندير لهم. المهم معليش، غادي نبقاو بحال هكا كما قلت البنات، دايرين ربع ديال السوايع من بعد غادي يكون الشعر موسخ على فكره، يعني الشعر غير نظيف. من بعد غادي تخليوها كما قلت، غادي تزيري على شعرك وخليوها ربع السوايع هي القليله، لقيتي تخليه كتر خليه صافي حتى تينشف، تينشف لك شعرك. من بعد تدخلي للدوش تتغسليه، راه غادي تلقاي اللون، بغيتي اللون اكثر اكثر اكثر، الا كفات لك هذه كامله معليش، كان شعرك قصير غادي تقسميها على جوج وتعاودي تعوديها ثاني بعد واحد 4 ايام ولا 5 ايام، عاودي عاود ثاني داك النصف اللي شاط لك من هنايا. في حالات لا كان شعرك طويل ومشى كامل، كاينين عاوتاني بعض البنات اللي كيديروه فقط للشعر ديالهم غير من التحت، فهمتوا؟ سورتو اللي شعرها كحل كيديروه غير لتحت، غير هنايا يعني في الاخر ديال الشعر، يعني في الاطراف كيديروا واحد 20 سنتيم اولا، حتى هذاك تيجي زوين بزاف وتعطي واحد المنظر غزال 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 بزاف. اللي بغات تبدل اللوك ديالها وتهلا في راسها في هذا العيد كما كتشوفوا، انا عجبني غير من الملمس ديالو، يعني زوين ناعم بزاف 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 بزاف. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استمتعتوا معايا فيه واستفدتوا. طبعا دائما الفيديو اللي كيكون فيه الافاده راه احسن احسن من اي حاجه، وحق الله تدخلي تتخرجي بشي افاده بشي معلومه بشي حاجه تنفعك، هذا هو اللي مهم بالنسبه ليا. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم وعلى الحب ديالكم ليا، انا تنبغيكم اكثر واكثر واكثر.